اختم يا ورايا اختم. اللي مات ولدنا واللي قتلوه الشواكيش. جمعة ما اتقتلش، جمعة مات موتة طبيعية، سكتة قلبية، وكلنا معرضين لأننا نموت بنفس الطريقة. بيه يا بيه، يعني عايزنا نلطم على القتيل ونهمل القاتل؟ بيه حديثي فقص الحقيقة، الحقيقة اللي احنا خبرينها يا بيه. جمعة لا عمره اشتكى ولا توجع، جمعة اتقتل يا بيه. إن كان كلامنا فيه شك، العمدة الفرماوي أبو جمعة عارف الحقيقة كويس أوي. جثة ابنكم ما فيهاش ولا رصاصة واحدة. إحنا ندفنه الأول يا بيه، وبعدين ندور على الحقيقة. شواكيش هيدفعوا الثمن، أخوي قتلوا خوف من الشواكيش وملحقتهم اللي قتلوا، وكسب موته بيوتهم هتبقى جبانتهم. أنا بحذركم، اللي هتعملوه هيدخل النجع كله بخردة. الطب الشرعي قال كلمة الوفاة طبيعية. عمدة فرمان، انت الوحيد اللي بيقدرني يوقف المذبحة دي قبل ما تحصل. اكرام الميت دفن. الجبابرة زاد وطفح الكيل، وطفح الكيل على الميزان. من فينا كان وكان من فينا ما قالش أنا، قلب البشر أصبح حجر وكترة الأحزان. يا خيوط متجمع يا قلوب متشبع على قسوة قلوب الناس، على قسوة قلوب الناس. يا حصى الأرض ما تليني من تلتين، يا بني أدمين تحت التراب ننداس، تحت التراب ننداس.